المصطلح للهيدروديبلوماسية هو لإرساء الثقافة المائية بين الأحواض المشتركة وإرساء السلام، ويعتمد على 4 عناصر. العنصر الأول إيجاد قاعدة معلومات مشتركة لتقاسم هذه المعلومات بين البلدان المتشاطئة. المصطلح الثاني إيجاد قاعدة قانونية مشتركة للاقتصام العادل والاستعمال العادل للمياه ما بين الدول المتشاطئة، وعدم التأثير على الدول الواقعة أسفل الحوض. والقاعدة الثالثة هي إرساء حوض مشترك وهيئة حوض مشترك بين الدول. والقاعدة الأخيرة هو الدعم للعمل على ما أقوله بالإنجليزية النكسس، المياه المتلازمة بين المياه والطاقة والغذاء. ما نصب إليه هو أن نؤمن للأجيال الصاعدة الأمن المائي، الأمن الغذائي، والأمن الطاقة. النتيجة التي يمكنني أن أقدمها، النتيجة الأولى هو ما قمنا به بين لبنان وسوريا ولبنان وسوريا وتركيا على حوض العاصي. بدأنا بمفاوضات شاقة جدا عام 1948 ولم تؤدي إلى نتيجة إلا في عام 2002، وقد أدت إلى نتيجة واضحة جدا عندما اجتمعنا وتقاسمنا بطريقة عادلة حوض نهر العاصي. المصطلح الثاني الذي يمكن أن نقدمه هو حوض النيل. ما نشهده حاليا على حوض النيل، ما قمنا به منذ حوالي سنوات في مجلس الشيوخ الفرنسي، يمكننا أن نقول أن الوساطة حاليا على النيل هي ضمن هذه المبادرة التي أطلقناها، مبادرة الهيدرو دبلوماسية على حوض النيل. وأيضا يمكننا أن نقول أن هنالك مبادرة أخرى لحوض نهر الأردن فيما بين الدول العربية المتشاطئة لهذا الحوض. بالنسبة للمستقبل، ما أتمناه هو أن البرنامج الدولي للهيدرولوجيا الذي أرأسه في اليونسكو يتوجب علينا أن نطلق كافة المبادرات للأحواض المتشاطئة كحوض نهر دجلة والفرات، حوض نهر الأردن، الأحواض الأخرى ضمن المتلازمة المائية للمياه والطاقة والغذاء.